دكتور ليش بعد الفطور نشعر بنحول، نشعر بدوخة، رغبة بالنوم، نتمدد؟ أبوي أنتوا قبل الفطور الحالة العادية عندك دم دي يوصل لرأسك، ما عندك كل إحساس خاص أنه نحول عندك أو دوخة عندك. الله تعالى مهيئ مرتب هالأمور هاي أنه المعدة من تبدي تشتغل تنترس يحتاج لها دم أكثر، فيقلل الدماء اللي تروح إلى الأعضاء والمخ ويرسلها إلى المعدة. كل ما تأكل أكثر الدم اللي يوصل لرأسك يقل، فهذول رمضان عيني جايين جواعة ودتشة تمام، هذول ينحلون تماما بعد الفطور، يتمدد ودايخ وما له خلق. فهذول ويا لازم يهتموا. أنا الفطور هيك أعتبره فطور عزيزي. أنت من يوذن أذان المغرب طاسة شوربة ثلاث أربع تمرات أمويها، شو تسوي بعدين؟ أنت تروح رأسا لصلاة المغرب، تروح صلاة المغرب عزيزي. و إذا يصير إحنا نريد فد ربع ساعة إلى ثلث ساعة ثلثه شوية دعاء شوية صلاة شوية ذكر، بتعرف شلون؟ ليش دكتور ثلث ساعة؟ لأنه أكو فد قضية داخل جسمنا. إنسان من يبدي الأكل ورا ثلث ساعة تجي أوامر إنه بيش بعد قوم، بيش بعد قوم، بيش صار لك وايد تأكل قوم، زين؟ فإحنا شو نقول؟ إحنا نقول بيا إذا إحنا صلاتنا ودعائنا وشي نخلي في الثلث ساعة، زين؟ فيجينا حالة الإيعاز إنه أنت شبعان، فمن نروح نفطر من نفطر بلهثة، من نفطر بحالة من عبالك جاي من المجاعة، زين؟ فلذلك أنا نفضل إنه البداية بالتمرات والشوربة، وإذا عجبك شاي زين، بعدين صلاة ودعاء ربع ساعة من يكمل ثلث ساعة من تكمل أوامر تجي إنه بس هواي صارك تأكل شي بعد كافي. من تروح تقعد للفطور فطور العادي مالك زين، بعد ما عندك ذيك اللهفة. فإذا أكلت ما أكلت هواية ما رح يصير عندك كل دوخة، ولا يصير عندك نحول، ولا يصير عندك نعاس، ولا هم يحزن. هي هاي الطريقة الطبيعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر بالتمر عزيزي. من أقول لك تمر هذا مو تروح تأكل لك زلابية، تمرة العجوة اللي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكلها أقل التمرات سعراتا. أنا مرة جبت وياي تمر العجوة اللي كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، سفرة حج كنا، فجبت هاي التمر مع العجوة من المدينة المنورة، طلعت السعرات مالتها جبت أقل تمر سعراتا هي تمرة العجوة. إيش كم سعر بيها؟ حدود 10 سعرات. إحنا نقول ده أقتدي بالنبي الأعظم، بدأ النبي بالحلا، أنا ما أبدأ بالحلا، كل زلابية أبو 400 سعرة. بويا أنت تريد تقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، قلده مثل ما كان يسوي هو. فبويا إذا أنتوا تلتزمون بفطور خفيف لا يصير عندك نحول، لا يصير عندك دوخة، ولا هم يحزنون. أتمنى لكم صياما مقبولا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.